وصلنا مع حضراتكم لفقرة الصحافة اليومية، ونستعرض في الفقرة أبرز عناوين الصحف المصرية النهاردة. طبعا مشرفنا فيها الكاتب الصحفي محمد الجالي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. أهلا بك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. هنستعرض سويا ونشوف أبرز عناوين الصحف النهاردة ونرجع ونستكمل حوارنا. هنبدأ جولتنا مشاهدينا مع لقاء مهم جمع بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق، ونقرأ من جريدة اليوم السابع عنوان: رصيد تاريخي من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل مع بغداد. ومن جريدة الأخبار نقرأ عنوان: توافق بين القاهرة وبغداد على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي. من جريدة الدستور نقرأ أيضا هذا العنوان: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وتحقيق الاستقرار. عنوان أخير من جريدة الوطن نقرأ في هذا العنوان: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وتعزيز التعاون العربي والتكامل الإقليمي. عدة عناوين أستاذ محمد متعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر والعراق، الجهود المصرية مع مختلف الدول والأطراف للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وخفض التصعيد وقف إطلاق النار. هذه أيضا التأكيدات والموقف المصري في كل موقف وفي كل لقاء مع مختلف دول العالم. حضرتك بتشوف هذه الجهود إزاي وما تقرأه أيضا مما جاء في هذا اللقاء؟ يعني خلينا نقول ان هي زيارة مهمة جدا في توقيت مهم، وكانت فيها عدد من الرسائل. نعم. اذا كنا نتحدث عن العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي مع العراق، فهي وصلت الى حد كبير من التفاهم والتوافقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد طبعا الظروف اللي تعرضت لها العراق، ثم عادت مرة اخرى بقوة في ظل اصرار مصر على وحدة وسلامة اراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وشفنا زيارات متبادلة بين المسؤولين، وهناك لجنة للتعاون الثنائي وعلى مستوى التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والاردن، وكان هناك تأكيد على زيادة حجم الاستثمارات. السوق العراقية سوق يعني رائعة وسوق متعطشة للاستثمارات المصرية، وتثق في الدولة المصرية، وبالتالي هي ترحب بهذه الاستثمارات. الشق الآخر كان هناك توافق فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، الحفاظ على وحدة الدول وسلامتها، عدم التصعيد في المنطقة حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق إلى حرب إقليمية كبيرة تأكل الأخضر واليابس، التأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة. وخلينا نقول إنه
تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي بالأمس على ضرورة الضغط وضرورة أن يبذل المجتمع الدولي ضغطا كبيرا لإنفاذ وقف إطلاق النار. فهذه كلها كانت رسائل إيجابية في هذا اللقاء، واعتدنا على مثل هذه اللقاءات أن تكون يعني هناك رصيد تاريخي مثلما يعني ذكر العناوين الصحف للعلاقات بين مصر والعراق، وزيارة مهمة وستفتح الباب لمزيد من الاستثمارات سواء للشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين العاملين في العراق أو العكس من جانب الشركات العراقية. تعامل في مصر مع ما يتعلق بدعم العراق والدعم الكامل لوحدة العراق وسيادته هو نفس المبدأ اللي تتبعه الدولة المصرية في علاقتها ودعمها لمختلف الدول، الحرص على الوحدة، الحرص على أن تكون الأمور الداخلية بيتم السيطرة عليها داخليا والسيادة الداخلية للدولة من الثوابت في المواقف المصرية لجميع الأشقاء والدول. خليني أشيد بهذه النقطة لأنه ده موقف مصر التاريخي والدائم. ومصر لم يعني تتحول يوما إلى دولة طامعة في أي، لا، تريد استقرار المنطقة والعالم، تحافظ على سيادة الدول، ترفض التدخل في شؤون الداخلية. حتى في مؤتمر الرئيس السيسي مع الرئيس الصومالي في العالمين منذ أيام، يعني حتى هو بيتكلم على ان مشاركه مصر، وهذا حق اصيل لها باعتبارها عضو في مجلس السلم والامن الافريقي او سترأس هذا المجلس هذا العام، بيتحدث عن انه احنا هنشارك في يعني الحفاظ على الصومال لو ارادت الدوله الصوماليه ذلك. يعني حتى احنا لما بنيجي نطلب حاجه زي بنستاذن وبنحافظ على سياده الدول والامن الاقليمي والامن العام. فبالتالي هذا هو موقف مصر وهذا هو توجه مصر، وكانت لها اطماع، كنا قلنا كانت استغلت كل اللي بيحصل حواليها سواء في ليبيا او في السودان او في غزه. يعني هي علاقات متينه بينها وبين الدول المحيطه بالفعل، وده بنشوفه في كل اللقاءات اللي بنتابعها خلال الفترات الماضية، وجهود مستمرة بالنسبة للموقف الفلسطيني ومحاولة لوقف إطلاق النار بكل الطرق ومفاوضات الهدنة. خلينا نكمل عن هذا الموضوع ولسه مكملين في الملف الفلسطيني، تطورات هذا الملف. ومن جريدة اليوم السابع نقرأ عنوان: إسرائيل تواصل مجازرها ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة. ومن جريدة الأخبار نقرأ عنوان آخر: البيت الأبيض متمسك بمواصلة مفاوضات الهدنة في غزة. لو تكلمنا عن الخطوات اللي ممكن يتخذها المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتنازعة لتحقيق وقف فعال لإطلاق النار، في الخبر الأول كنت حضرتك بتتكلم عن أهمية الضغط من قبل المجتمع الدولي، ولكن اللي احنا شايفينه من أول الأزمة حتى الآن هو هناك عجز، حالة من العجز المجتمع الدولي، وأيضا موقف الولايات المتحدة هي لا تحاول أن تضغط. خلينا نعيد التأكيد على كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو كان سباقا ولديه رؤية سابقة منذ 7 أكتوبر وقبل ذلك، يعني عندما تحدث عن مشكلة الصراع الإقليمي ومشكلة عدم استقرار في العالم، فهو بسبب عدم حل القضية الفلسطينية وعدم حل الدولتين على حدود عام 67، وأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي عدم حل هذه القضية سيؤدي إلى مشكلات كبيرة. حتى لو حلينا موضوع غزة وإن شاء الله يحل قريبا، برضو هيبقى عندنا مستمرين في هذه المشكلة إذا لم تحل هذه القضية الفلسطينية. وهذا هو موقف مصر. الرئيس السيسي قلنا كان سباقا في رؤيته لذلك، وهو الآن سباقا عندما حذر من فتح جبهة جديدة في لبنان، وأكد على ذلك بأن المنطقة لا تحتمل هذا الصراع ولا تحتمل حرب عالمية جديدة، وبالتالي الكل لا أحد رابح في هذا، لا يعني غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، وبالتالي لابد من وقف إطلاق النار فورا. هذا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما. إذا أراد المجتمع الدولي أن يضغط بقوة على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، فلابد أن يدعم البيان الثلاثي الذي خرج من قادة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وأشادت به بعض الدول، لكن لا توجد هناك رغبة حقيقية في الوقف، لأن هناك مستفيدين كثيرين، هناك دول إقليمية تحاول أن تتمدد، تحاول أن
أن تفتح جبهات كثيرة هناك. لكن جمع الحشد اللي مصر بتحاول أنها تعمله من أول أزمة، هل يمكن أن يغير من الأمر شيء؟ هل بالفعل الضغط، شفنا طبعا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول، بالفعل الضغط على الجانب الإسرائيلي، شفنا ده حتى في ملفات، حتى في تعامل الإعلام في أول الأزمة كان إزاي منحاز جدا للجانب الإسرائيلي، لكن بعدما كشفته يعني خلينا نقول الدولة المصرية أصرت على موقفها، وشفنا دول زي جنوب أفريقيا بترفع دعوات ومصر تنضم لهذه الدعاوي، ويعني خناق إسرائيل أمام المجتمع الدولي، فموقف مصر كان مشرف جدا. فإذا استمعت هذه الأصوات لصوت مصر فسيكون هناك ضغط على إسرائيل. نتنياهو يعاني من أزمة داخلية بسبب أنه الأهالي يضغطون عليه من أجل الرهائن، هناك حديث عن حوالي 133 رهينة لدى حماس، منهم حوالي 30 ليسوا على قيد الحياة، فبالتالي هناك أسرى في السجون الإسرائيلية، هناك عدم توافق على موضوع محور صلاح الدين. إسرائيل يعني كما نؤكد ونقول أن اليوم الثاني للحرب، لوقف الحرب في غزة، هو القضاء على مستقبل نتنياهو السياسي، وبالتالي المنطقة لا تحتمل المزيد من هذه الصراعات، والكل يريد توريط الكل. لدينا صراعات في البحر المتوسط، لدينا صراعات في البحر الأحمر، مهددة موانئ العالم، التجارة، المستفيد كما أقول وأؤكد التنين الصيني والدولة الروسية التي تعمل في على يعني تمكنها من بعض الملفات. دعنا يعني ننتقل أستاذ محمد من الخارج إلى الشأن الداخلي، ونروح تحديدا للمواطن المصري المستفيد بقى داخليا من التطورات والتنمية والدعم اللي بيقدم من قبل الحكومة، ونقرأ من جريدة الوطن عنوان التضامن إضافة 50,000 أسرة جديدة لتكافل وكرامة، ومن جريدة اليوم السابع نقرأ عنوان كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة 40%، مبادرات الدولة للاهتمام بالمواطن المصري لا تنتهي. خلينا ناخد العنوانين دول ونتكلم بشكل عام مع حضرتك عن توسيع قاعدة المستفيدين ومراعاة جميع الفئات، سواء من خلال تكافل وكرامة، زيادة الأعداد، من خلال التخفيضات على مستلزمات المدارس، من خلال كمان الاهتمام بكبار السن ودور الرعاية ودور الأيتام، أيضا تسهيلات في اهتمام كبير بها خلال هذه الفترة، أيضا مزيد من الاهتمام بذوي الهمم. حضرتك بتشوف هذه المسارات العديدة لدعم المواطن المصري وتوفير حماية اجتماعية ليه ازاي؟ يعني برغم كل التحديات والظروف الصعبة، يعني كان الله في عون الدولة المصرية، وكان الله في عون صاحب يعني صاحب القرار في هذه الدولة المصرية اللي بتمر بتحديات كتيرة جدا رغم ظروفها الاقتصادية صعبة، لكن بتحاول انها يعني توفر ويعني يعني تحمل بعض الشيء عن كاهل المواطن البسيط. شفنا المبادرات الرئاسية الكثيرة، سواء تكافل وكرامة، سواء مبادرة كلنا واحد، سواء الأسر الأولى بالرعاية، فمجهود كبير جدا. ودايما كان يعني الرئيس يتحدث عن انه لابد ان الحكومه تتحرك مثلما يتحرك الرئيس، وبهذه السرعه وبهذا الانجاز. لذلك بنشوف دلوقتي الوزراء كلهم في الشارع، بنشوف استجابات عديده سواء من منظومه الشكاوى الحكوميه او غيرها او فبالتالي توفير السلع باسعار مخفضه، واحنا داخلين على مدارس وداخلين على مواسم مهمه، فكان الله في عون الاسر المصريه. الدوله بتحاول بكل ما تملك من قوى ان يتوفر ده، بنتكلم عن حوالي 20 الى 30% في مبادره كلنا واحد، تخفيضات عن السلع الغذائيه والسلع الاستراتيجيه اللي موجوده في الخبر 40% اسعار مخفضه في الاسواق، يعني او 40%، فده يعني مجهود جبار وبيكلف الدوله الكثير. لكن الدوله رغم التحديات والمشاكل الخارجيه والظروف اللي بتهدد امنها القومي، لا تنسى المواطن المصري اللي هو في صلب اهتمامها، وان هو فعلا ان الدوله فعلا لو في حاله من الرفاهيه سينعكس ذلك على المواطن المصري الأولى بالرعاية بالطبع. لا يعني احنا بنتكلم عن أرقام كبيرة، بنتكلم على 4.7 مليون أسرة طبعا يعني تحت تكافل وكرامة، وفي يعني إمدادات بكل الخدمات. احنا مش دولة 250 ألف نسمة ولا نص مليون نسمة وثرواتها كبيرة جدا، فبتلاقي احنا بنتكلم في احنا داخلين في 110 مليون غير الضيوف اللي احنا مصريهم، فبالتالي ده عبء كبير على الدولة المصرية، ومهما وفرت ومهما عملت إمكانيات
تظل يعني محتاجين شغل أكتر، فيعني كان اللوف في عون الدولة المصرية بالتأكيد. طيب هنروح لملف آخر، ومن جريدة الأخبار نقرأ عنوان وزيرة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية خلال الافتتاح 25 مليار جنيه استثمارات، 5 سنوات تطوير لمنظومة المخلفات. نتكلم عن ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتى الآن تصل إلى 25 مليار جنيه في مشروع أو مشروعات منظومة المخلفات الصلبة. يعني شايف المجهود اللي بتقوم به الحكومة في هذا الشأن قد إيه مهم وقد إيه هيغير وينعكس على المواطن؟ نتكلم على نظافة الشوارع في المحافظات، البنية التحتية، كل هذه الأمور. يعني ملفات مفتوحة في العديد من المجالات، كنا لسه بنتكلم عن إزاي دعم المواطن، بنتكلم برضو عن موضوع رؤية الدولة المصرية ودخولها في سواء ان هي تبقى المبادرات الخضراء، يعني احنا بنتكلم عن المقالب العشوائية اللي كانت يعني منظرها لا يسر الناظرين، وبالتالي القضاء عليها يبقى في مدافن صحية متطورة حتى على مستوى يعني جميع المحافظات، بنتكلم عن 25 مليار جنيه في مراحل تانية وتالتة في هذه المنظومة، فهو مجهود كبير جدا للوصول إلى الهدف، وهو أنه الدولة المصرية بكل محافظاتها وكل قطاعاتها تنتقل إلى يعني شكل محترم. ده بيؤثر على الصحة العامة للمواطنين، بيؤثر حتى على الاقتصاد، لأن ده فرصة لدخول القطاع الخاص في هذه القطاعات المختلفة للعمل والتشغيل. ممتاز. خلينا نروح لجريدة الأخبار ونقرأ هذا العنوان أستاذ محمد. العنوان بيقول حزمة حوافز جديدة لتشجيع زيادة إنتاج البترول. تعليق حضرتك على هذا العنوان، أي هي الحوافز الجديدة اللي هيتم تقديمها؟ كمان بتشوف إزاي هذا الاتجاه للاستثمار أيضا وتحسين استغلال كل الموارد؟ يمكن إحنا كنا نتكلم عن ما يتعلق بالتغيرات المناخية وغيره، في جهود أيضا لاستغلال الموارد بكل الأشكال الممكنة والاستثمار في كل ما يمكن الاستفادة منه. يعني الحرص على زيادة هذه الموارد، إنه الدخل القومي يزيد، لأنه خد بالك الموضوع الإمدادات البترولية فيها جزء كبير منه بيساعد في تحقيق الأمن القومي مصر. فده الدولة حاطة عينها عليه كويس جدا، لأنه أنت النهاردة لازم تمتلك أدواتك عشان تقدر لمتخذ القرار تقدر تبقى مستعد لأي ظروف طارئة. فبالتالي زيادة الإنتاج في موضوع الاستكشاف وموضوع الحفر، أن أنت بتدخل موارد جديدة فتقدر أن أنت تلبي طلباتك من كل الإمدادات، الدخل القومي والناتج المحلي للدولة، دخول شركاء، برضو بتقلل فاتورة الاستيراد وبتقدر تسدد بعض الـ يعني خلينا نقول الاقساط اللي يعني عليك. عندنا اتجاه الاهتمام بالطاقه الجديده طبعاً. الطاقه الخضراء، وعندنا اهتمام ايضا بمصادر الطاقه اللي هي الرئيسيه، واحنا شغالين في كل الاتجاهات وفي كل الملفات، والرئيس يتابع هذا العمل عن كذب، واحنا بنشوف البيانات الصحفيه. يمكن العمل اللي بيصدر سواء بيانات رسميه، يمكن احنا ما بنشوفش برضو المجهودات الكتيره اللي ممكن صحيح. ما يصدرش عنها شغل، لكن هناك تكليفات دائمه، هناك اتصالات بين الرئيس والحكومه على مدار الساعه ومن الصباح الباكر. فبالتالي الدوله المصريه حريصه على تلبي كل الطلبات وتحقق الاكتفاء الذاتي من كل شيء. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجالي، بنسعد دايما بوجود حضرتك معنا في هذا الصباح وهذا النقاش والقراءه لمختلف العناوين والاخبار، وباذن الله اللقاء يتجدد دايما مع حضرتك ان شاء الله. انا اللي بشكر حضراتكم وبشكر الساده المشاهدين، وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا استاذ محمد. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة، وهنشوفكم بكرة مع مواضيع وأخبار مختلفة بإذن الله. نراكم غدا وإلى اللقاء.